في منطقة زي ما بيقولوا كده ايه، من الاشتباك الخشن يعني. يعني انت عملت قناة بما تقدمه من اعلام لا ينفصل ابدا عن السياسة، وعبرت بيه المحور من نظام مبارك للفترة الانتقالية في كان المجلس العسكري بيدير البلاد فيها، وبعدين فترة حكم الإخوان، ثم الآن في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فترات مختلفة ومتناقضة، وأنت موجود والقناة موجودة وبتتكلم. هو أنا لو قلت لك أنت مع مين؟ تقول لي إيه؟ هو سؤال جميل أو سؤال مركز الحقيقة. أنا مع الدولة مع الدولة أينما تكون الدولة أنا في ركابها. البديل على الدولة يا دكتور محمد فوضى، ولذلك أنا كنت مع الدولة والشرعية في 25 يناير. مش معنى أن أنا أكون مع الدولة أن أنا أطبل النظام، بالعكس. ده أنا كنت أكتر واحد بنقد في 2005. أنا متذكر كان في عندي اللي هو كان اول مره انتخابات 2005 من لا 2005 2005 كان في انتخابات 2005 انتخابات رئاسيه من اكتر من مرشح ولا انتخابات رئاسيه، وكانت في انتخابات مجلس الشعب في 2005. دي اللي جاء فيها 88 80 واحد اخوات. في 2005 كان عندي مذيع شاطر اسمه محمود فوزي، الله يرحمه. فجاه الله يرحمه. كان ده ملك الحوار الصحفي والتلفزيون. صحيح. لما جه عندك ف محمود فوزي ارجع لحواراته في 2005. اخبارك انا اتحدى ان يكون في حد كان بيناقش بحجه وبحريه وبمساحه زي محمود فوزي. وفي احد المرات استاذني الله يرحمه انه يجيب مهدي عاكف، وكان ساعتها مهدي عاكف مرشد الاخوان. قلت له جيبه. ده كان بعد شويه يا دكتور. 2005. اخبارك والاخوان خدوا 88 مقعد رسمي. والحقيقه كانوا واخدين 20 مقعد غير رسمي في الثالثه. لما وقفوا يعني خدوا لا، فعمل ثلاث حلقات حوار مع مهدي عاكف ومحمود فوزي. وعايز اقول لك على حاجه، ولم اشيل كلمه من حوار مهدي عاكف. ما تمش الاعتراض على اذاعته؟ بص، ما تمش الاعتراض، تم العتاب. العتاب لكن ما بعد ما زعت. بعد ما تزع، انت ليه جايب ده وحطه؟ قلت لهم بصوا، انا بنقل مؤتمر الحزب. وزي ما اقول للحزب، اذا الشعب اختار 88 عضو رسمي وفي 20 عضو غير رسمي، لابد ان اسمع رايهم. بغض النظر اختلفنا او اتفقنا معاهم. عشان الناس تصدقني وانا بقول ليكم، لازم اقول عليكم. وعلى فكره هو ده الاعلام. يعني الغباء. انت كنت فعلا بتنفرد. قناه بتنفرد بينا جلسات مؤتمر الحزب الوطني. ايوه، كل سنه كنت موضع ثقه. تمام. لا، واخد بالك، وكنت بنقل بحياديه. وكنت بقول ما ليهم وما عليهم. ده بص، لابد انك تعرف انا كنت بقول ايه. طب انا معانا احنا معانا جزء. معانا جزء قبل ما تقول قبل الجزء ده. انا اللي وقفت وقلت اذا ضعفت الاطراف ضعفت الأمة، وإذا قويت الأطراف قويت الأمة. والحزب لا يوجد في الأطراف. أين الحزب من قضية النوبة؟ أين الحزب من قضية ولاد علي؟ الكلام ده دكتور أنا عايز أسمعه للناس، لأنه ده كان في 2000 في 12 2010 23 2010 مش كده؟ في ديسمبر 2010. احنا معانا الجزء ده جاهز يا جماعة. طيب، أول ما يجهز قولوا لي. انت كنت موجود في اجتماع، كنت بقول بصوت عالي، اجتماع في الحزب الوطني. نقابة المهندسين. ده قاعد على يميني الاستاذ صفوت الشريف، وقاعد على شمالي الدكتور علي الدين هلال. قاعد جنبه الدكتور علي الدين هلال. وانا قاعد في النص. وكل اللي قاعدين اسره، جزء من اسره المحور في مقر الحزب الوطني. نقابة المهندسين المقفوله بقى لها 11 سنه. اين دور الحزب؟ ودي نقابه مهنيه عظيمه. بتحمل افكار ناس على عباقرة يقودوا حركة التطوير والشكل والنمو في المجال المعماري. ونحن نملك مشكلة اسمها العلاقة المختلة بين المكان والسكان. كل الكلام ده قلناه، وقلناه بصوت عالي، والمسؤولين قاعدين بيسمعوه، مش بنقوله من ورا حد، وزعناه على المحور. والدليل ان ممكن يجيب لك حتة هنزيعه وتزاحم. اذا
كان في مساحه رهيبه من الحريه. وكنا بنقول احنا مش معنى ان احنا كنا بنلم مع النظام اننا لا ننقد النظام او نقول ما يستحسنه النظام، لا، كنا بنقول ما هو في مصلحه الدوله بغض النظر اذا كان يرضي بعض اطراف النظام او يغضب بعض اطراف النظام، دي مش قضيتنا. يعني انت انحيازاتك السياسيه للدوله انت بتنسجها على خيط واحد وهو انتمائك للدوله، انتمائي للدوله. يعني انت بترى انه مصلحه الدوله في ده صح. انت معاه صح كويس. طيب بص اتفضل دكتور محمد، في 2012 وده برضو جزء منه جاء في الفيلم، لما كنت تتكلم مع الزميل عمرو الليسي، مع الزميل عمرو الليسي كان في 90 دقيقة 2012 محدش كان يملك اثناء حكم الاخوان يتكلم، وكان ايوه، وكان ساعتها الدنيا يعني كلها رايحه ضد اتجاه الرئيس، اتجاه الرئيس السابق مبارك الله يرحمه. وانا وقف عمرو الليسي وهو مسجل اهو وفي حوار في 90 دقيقه على الهواء، وكان بنقول من العريش. وقال لي النظام الفاسد، قلت له من الذي يحكم على النظام بالفساد يا عمرو؟ انت انت قاعد بتتكلم في شاشه تلفزيون، انت غير مؤهل انك تحكم على نظام. الذي يحكم على نظام التاريخ. قال لي لكنهم كانوا فاسدين القائمين. قلت له من الذي يحكم على الاشخاص؟ الذي يحكم على الاشخاص قاضي. لا تجعلوا مننا ناس نحكم بالصالح والطالح. الذي يحكم بالصالح والطالح على الافراد هو قاضي، والذي يحكم على نظام، وبعدين النظام بيحكم، اللي يحكم التاريخ يحكم على النظام في اطار حلقه قبليه وحلقه بعديه. كيف تحكم الان؟ مساله في ساقها يعني. وقلت له بص، فقعد يقول، قلت له بص، اذا نزل الفارس من على جواده فليس من الفروسيه ان تبارزه او تقارعه او تسبه. انت كنت تقصد مبارك في الجمله دي. كنت بقصد مبارك طبعا. وقلت له سياده الرئيس ساعتها، سياده الرئيس مبارك يظل رمز من رموز هذه الامه، وينبغي ان نحافظ على رموز الامه. الامه اللي ملهاش تاريخ بتعمل لها تاريخ، والامه اللي ملهاش رموز بتصنع لها رموز وتفتعل لها رموز. احنا عندنا رموز حقيقيه. الم يكن مبارك هو صانع الضربه الجويه الاولى في حرب اكتوبر، ورجل من ابطال اكتوبر، وكان الاحتفاء الرسمي بيه من هذه النقطه دي هي الذروه، انه قائد مين؟ قائد طبعا حرب اكتوبر. بس الكلام ده اتقال امتى؟ اتقال في 2012 لما ما كانش حد بيجروا يجيب، لما كان كل الناس بتقطع فيه، وكان ما كناش بنقول يستحسنوه الناس بقى، اه كنا بنقول اللي يمليه علينا ضميرنا. طب